هي خليني اقول لك شنو طبيعه المشكله بس دقيقه. الكويت قبل 76 من الخمسينات الى 76 كانت تسمى الزمن الجميل. الكويت كانت متقدمه في كل شيء. نعم، ليش التنميه من 76 وقفت في الكويت؟ لان فكر السلطه بدال ما يتجه للتنميه ذهب الى تنقيح الدستور. اصبح الهم شلون ننقح الدستور مو شلون ننمي البلد. من 76 الى اليوم ما قدروا ينقحون الدستور زين، وبالتالي تركوا عمليه التنميه لين وصلنا اللي حنا فيه. لو الخط مستمر من 67 زوروا الانتخابات، 76 الانقلاب الاول على الدستور، 86 الانقلاب الثاني على الدستور. لا يمكن بلد تبنى بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب. هذه العقليه. نعم، متى ما امنا ان احنا شركاء الوضع اختلف. اذا اشكاليتنا هو عدم تفعيل الدستور. الاشكاليه الكبرى عدم تفعيل الدستور. والدستور الكويتي لو تشوف لجنه اعداد الدستور لتلقى العجب العجاب. حمود الزيد الخالد وزير منتخب، يعني وزير في الحكومة الكويتية، دافع عن حق المواطن في الدستور في هذه الوثيقة، بل أنهم اعتبروا أن الأصل هي الحكومة البرلمانية والأصل هو الحكومة الشعبية. الدستور ذاته كان يتكلم عن حكومة شعبية، فلذلك لحد يجزع. والحكومة المنتخبة لا تعني الانقضاض على السلطة، لا، تعني توجيه مسارات السلطة لبناء البلد. هذا هو المعنى.